إلى ضريح مسلم بن عقيل عليه السلام. هذا هو المدخل وهذا هو ضريح. السلام عليكم يا مسلم بن عقيل. القبر الشريف لمسلم بن عقيل عليه السلام. هؤلاء الزوار حول الضريح، ضريح مسلم بن عقيل، من كل الجنسيات ومن كل مكان يتهافتون على ضريح. والآن نأخذ معكم هذه اللقطة ثم ننتقل معكم لزيارة آل المعروف. وهذه هي الساحة بين المرقدين الطاهرين، مرقد مسلم بن عقيل ومرقد هانئ بن عروة. هانئ بن عروة السلام عليك يا هانئ بن عروة. هذا الله بالدخول. هذا هو الطريق المقدس لهانئ بن عروة. سلام الله عليه. نوصل يا مال. وهنا إلى مرقد المختار الثقفي. الذي يتواجد بجانب مرقد مسلم بن عقيل. هذا هو مرقد المختار الثقفي. هذا موضع أمير المؤمنين على رأسه في المحراب. هذا هو الموضع، موضع الضربة. هذا هو محراب جامع الكوفة. هذا هو محراب جامع الكوفة.
بشكل شهري. هذه نظرة عامة على هذا الجزء من المسجد. هو جزء طبعا مسقف، وهذا الجزء الثاني هو الجزء المكشوف. وهكذا كانت تبنى المساجد في العهد الإسلامي الأول، جزء مغطى وجزء مكشوف. ومن هذه النقطة